الحق عم ياسر، شفت اللي حصل الصبح عم ياسر؟ ايه اللي حصل يا حماده؟ مالك في ايه؟ ده بيقول لك خالته ام رامز ماتت النهارده الصبح. ام رامز؟ ام رامز مين؟ خالته ام رامز البوابه اللي هنا على جنبنا هنا. رامز بتاعنا ده؟ ايوه. حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، انت بتعرف نروح له؟ هو فين طيب؟ هو فين؟ هو عند البيت دلوقتي، مش عارفين هيعملوا ايه دلوقتي. طب يلا يلا، انت لسه هتتكلم؟ يلا نروح له، يلا نروح له. فيه يا رامز يا ابني؟ ليه سمعته ده بجد ولا ايه؟ ايوه يا ياسر، امي امي يا ياسر راحت. لا لا يا ابني، لا لا، ما تعملش في نفسك كده. ياما سبتيني لمين ياما؟ بس ده كلام؟ ده كلام يا ابني؟ احنا كلنا حواليك اهو، احنا كل... يلا بس يلا، تعال تعال. على فين يا عم ياسر؟ بس سيبني دلوقتي. تعال بس، تعال تعال. مين بينادي؟ بقولك معلش يا ياسر، انا مش قادر اطلع. شوف الست مرات الحاج يوسف عايزة ايه. تطلع فين؟ خليه خليك، انا اشوف. روق كده يا رامز، روق كده وخش ريح شوية، واحنا هنزبط الدنيا كلها بالليل. روق ازاي بس حماد؟ انا مش قادر خالص. معلش اجمد كده، ده لسه اليوم طويل. ومين له نفسه ياكل بس ولا يشرب ولا يعمل اي حاجة؟ والواحد كل ما يقول الدنيا هتتعدل مش عارف ايه اللي بيحصل. بس في يا عم رامز مالك؟ ده العمارة كلها جنبك، حتى مرات الشيخ يوسف بعتلك الاكل ده. والله ست تشكر، والله هي وجوزها على طول واقفين جنبي في كل الاوقات. يا جدع احنا عيلة. في ايه يا رامز؟ احنا مش كلنا اهلك ولا ايه؟ يلا بس يلا، خش ارتاح شوية كده، وانا وحمادة هنقعد على القهوة. احتاجت اي حاجة اتصل بينا على طول، انا بقى جنبك. والله يا ياسر انت وحماده مش عارف اقول لكم ايه على وقفتكم جنبي دي. مفيش الكلام ده، يلا حماد خليكم. عايزين نخش اقعد لوحدي بعد ما كانت امي مالي عليا البيت؟ اكلم مين انا وارغي مع مين؟ ياما انت فين؟ انا عارف ان انت سمعاني ياما، ليه سبتيني في الوقت ده؟ انا كنت محتاج للجو ياما. انا عارف ان انت شايفاني وسمعاني. انا ياما كنت بنتخانق انا وانت كتير، بس دلوقتي حاسس بقيمتك اوي. حاسس ياما ان انا وحيد ومقطوع من شجر. ياما ياما انت فين؟ رد عليا ياما. حرام عليك ياما، سبتيني ليه والمين؟ ياه، لكن انا مش هستسلم. انا هفتكر ياما كل الكلام اللي انت كنت بتقولهولي وبتنصحيني بيه. هفتكر ياما ان انت على طول كنت عايزاني ابقى احسن واحد في الدنيا ياما. وان شاء الله ان شاء الله هوعدك، هوعدك اني حقق لك حلمك، وابقى احسن ما انت كنت عايزة ياما. انت هتفضلي على طول في خيالي وقدامي ياما، عمري ما هقدر انساكي. هتوحشيني ياما، بس انت هتفضلي في قلبي. يلا بقى رامز، يلا عشان الصوان جاهز بره. انا جهزت اهو يا جدعان. يلا عم رامز، في اسيس من عندك في الكنيسه بره بيسال عليك، قلت اخش اندهك. انا شايفك الحمد لله بيت احسن من الصبح. هو ده رامز اللي احنا عايزينه؟ الحمد لله. انا مش عارف اقول لكم ايه، بس يا عم ياسر انتوا خيركم، خيركم ده على راسي من فوق. احنا ما عملناش غير الواجب يا ابني، ست والدتك مفيش حد في الحته ما كانش بيحبها. يلا رامز يلا عشان تاخد عز امك. انا جاهز يا عم ياسر، انا موت امي ده هو اللي هيقويني مش هيضعفني، عشان الضربه اللي ما تموتش بتقوي. ومن النهارده لو دي نهايه
أعتقد إن هي هتبقى بداية الحياة أقوى وأحسن زي ما هي كانت بتتمنالي.